السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم خوتي في فيديو جديد بقصة جديدة مع بالحلقة الثانية تاخونا على جيك معكم حلقة ثانية تاعو. كيفاش كانت الرحلة تاعو من النمسا إلى ألمانيا وراه بكا خوتي؟ كيفاش كانت الرحلة تاعو اللي حكينا لكم في الحلقة الأولى؟ خونا على دار 26 يوم خوتي من الجزائر إلى النمسا بزيرو دينار، يعني والو. قالك شوية صرف هذا، ما كان والو. فقراء، احنا ما عندنا والو. تحيا الفقراء وتحيا حراقة من ما كانوا. خويا علاء مرحبا بك خويا علاء، وكملنا القصة تاعك بعد ما وصلت لفينا والنمسا، ومن رحت واش درت. السلام عليكم، تحية الحراقة وين ما كانوا، وخاوتنا اللي جميع خاوتنا اللي راهم حاصلين في لاكريس. شحال من واحد راه حاصل في الحبوسات وقضايا ما كاش منهم، اللي راهو يبيع واللي داوى وكاع الصوالح. شحال من واحد مات وخليتناش، عباد ماتوا قدامنا وخليت عباد فما ضاربين عامين 3 سنين ومازالوا صحابي في الطريق، وني كونتاكتيهم تصح كونتاكت واحد راه في بلغاريا، وربي يسهل لهم كاع وان شاء الله يسهل لساني حراقه. وصلت للنمسا يا خويا، هنا جميع واحد عباه يحرق يسمع مليح ويفتح ودنه يا يسمع مليح. اش تعمرك توصل اوروبا؟ توصل اوروبا اك وصلت. انا اللي هضرتها في روحي، كي وصلت فيينا عاصمه، يعني في فيينا حطيت كراعي انا وصلت اوروبا. دوك شخص ندير انت استا عندك شو بعد نعرفك، شو بعد يوريني شو بعد مطاقتي كاس شو رايك قاعد تايه. وصلت اوروبا ني تايه، فاهم يعني في اوروبا وصلت ني تايه، ما عنديش، ما خلعتنيش اوروبا وما خلعت بيها وفت وشفت ما خلعتنيش. والله ما تستاهل ديك تعبها تحرق على جنب، اقسم بالله العلي العظيم، اقسم بالله يا عمار ما تستاهل. والله تموت على جلا ولا تخصب على جلا، ما تستاهلش مره. وصلت للعاصمه ديالنا القسنطيني، حالتي حاله ومسخ والو يا ودي، حالتي حاله رجلي مش طايق نمشي، تمشي كي ضربتني ما تشرب ما كون ست تمشي تنهار بالك يقطعوا لك راي. انا بالك كون ست تمشي تنهار ولا يومين اوك راه حاسه كلها غير راحت ليسونسيال. عيطنا لواحد اللي بعث لنا الدرام هذا اللي قلت لك بعث لنا شويه تكلفه، عيطنا قلنا احنا طناح ايطاليا نحرق ترا وطاليا ديريكت من ايطاليا ونشوف كيف نديرو. عيطنا قلنا له انا وصلنا لفيينا، قلنا يا ودي راني هنا مانيش في ايطاليا، قلنا وين راكم بلاصه بعثوا لي لادريس صوت نجي ليك. عيطنا له منا بعث لنا طاكسي، وصلنا جا الطاكسي دانا الدار دوش ناحية حوايجي ناحية، حسيت بالراحة على بالك. شوف حاجة مليحة كنت واحد تعرفو توصل اوروبا، حاجه بزاف واعره قوه. شغل ينحي لك واحد لابريسي وواحد صوالح ما تعملش فيه فاهم. انا ما شغل ما تايه واحد نحيت حوايج من عطاني حوايج هو دبست كديت جاب لنا الماكله جاب لنا كل الشطاره هذه، دوش تدويشات دوشت مليح قعدت شي طاني شبيكي الدخان. قال لي هذه قال لي هذه تاعك تحت بدينا نتكيف واحد مرخو هذاك الدوخه اللي ما تكيفتوش في الطريق قال كيفتو في مكاجا ايزونسيال يا خويا. غدوه من ذاك دخلنا دينا تبزنيت وصلت اليوم النمسا. غدوه من ذاك بديت ندور كلش يا لطيف. وش اللي دير؟ كاين حشيش كاين غبرة كاين يا حفيد كاين حشيش كاين تاع البلاد كاين تاع البلاد ايه كلش وليت بارو المخدرات ويش بيع الزطلة وغبرة بالجرام بالديكا بخمسة ديكا بالعشرة جرام واش خاصك عيط لي برك اللي جاي. يا لطيف يا رب ان شاء الله ما يكونوش تفرجوا لي نعرفوا لا يا ليزونسي. انا ذوق قسنطيني دخلنا في عالم مخدرات تم تعملش كيفاه. بدينا ندورو 15 يوم احنا نبيعو، نهار يجيب خوه بيع بيع 50-50 بي وبعد كي تروحي دخلت اليوم غدوة من ذاك بيت نبيع قادر دوك عام نبقى قاعد نبيع هنا. اسمع وين راني رايح محمد وين راني رايح ما جيتش على هذا الشيء. انا خممت مليح جا قعدت واحد الشهر فما خدمت شهر فما شهر كاين جايبين درام الحمد لله يا ربي. شوف
ماكله، التليفونات، كلش. في الطابله كتحط طابله كتشوفها تبقى 13000 اورو، 15000 اورو، 27000، من هي 15000 وحده اخرى. ف ريزونسيال، فانا خدمنا مع السيد هذا، وليت فاميليا، وكاين واحد راه كان معايا هو راه يتفرج فيه. يا جلون انا سبحت لنا العيب على. ومن بعد كي طلع عمري بغيت نخرج عمار، جا واحد النهار اللي وصل الموصل العظام كما نقولوا، كيما راني شغل عندي فيها ديف، وانا عمار شفت كي نكون قاعد راك نتقلق صاين نبغي ندير نفسي نديرها كنقول لهم اني رايح اني رايح. في ذاك النهار قاعد مع صباح، نط مع صباح قلت لهم نروح. قال لي وين تروح؟ قلت لهم نروح اني مش عارف نروح. ديت دراهم الحمد لله، ديت معايا تفتوفه ما طحتش ما كذبش عليك، ديت معايا دراهم ماكله تليفون تبياش كلش كلش. قلت لك مليحه اللي تسيب لي طبعك، شفت شفت الطبيعه الاولى هذيك ميور. خاوتنا ما تبصموش لنا مسافيه ديبور، والناس قال لي تجي طيح فيها غير هي، ما عندوش دراهم بيت ما طريق وسم ما مديش فيها خير. المهم انا ما بصمش ما وجاتي اني نعيش في المانيا وندير كوارتي في المانيا هنا. والحمد لله اني جيت المانيا وبصمت هنايا وني معاهم وما نحكيش صوالح واحد اخرين صراو، حتى نعيط لك قصه ونقول لك تزوجت. ان شاء الله ان شاء الله اخويا، ربي يسهل لك اخويا وربي يسهل ان شاء الله اخويا. يعني اخونا كي قال لكم خاوتي دخل في عالم المخدرات وكان يروج المخدرات، يعني هو امره يخصه هو والله يحره، وهضروا يعني هضر بعفويه وبمصداقيه، هضر لكم قادر يكذب عليك قادر بقى يقول لك انا كنت نصلي نورمال يتفق معك. واش قال اخويا؟ انا قلت لك ليه وليد فاميليا، اقسم بالله ما تامن وليد فاميليا، صح وليد فاميليا وليزون، بصح هذاك الفيس نورمال. سما انا قادر، انا هذا اليوم غدوه نخدمه نورمال فيس هذا، انا ما بديتش خلاص ما بديتش اي بريطار. هو قديم هنايا وعلى بالو اش كاين، انا جيت جديد مانيش باغي ندير مشاكل يطيحوني وديك وتصوالح راك تعرف عمار. صح انسان يفيت يا خويا فاهم مش ملاح. لا والله غير يعني طالب حاجه صغيره، عائله صغيره، طالب ما جيتش ندير دراهم في اوروبا، بغيت غير نعاون شويه الدار ولا نبدل حياتي هذا هو. هذا ما كان ايه سما الانسان ما قريك غلطت ومنا معليش اخويا، ديما تفكر على واش جديد، تخليش روحك اخويا تغلط في الامورات هذو. صحيح ما الحمد لله، انا ملي جيت كي كنت في بلاد هنا كي انا الحمد لله ما تبدلش وما تبدلش ان شاء الله. وقول لي اخويا طريق تركيا هذه اللي جيت عليها انت، يعني اسكو تصح بها الناس، اسكو صعيبه، اسكو سهله، اسكو انت اللي عندك تجربه اخويا. ما انصحش بها وما نصحش بالبوطي، حرقه شوف جميع حرقه مش حرقه، اقسم بالله ما تستاهل باش تجي على جرا. كاع الناس يقولوا ذي الهضره، يعني على باليكم تسمعوا فيا وتقولوا كاع الناس يقولوا ذي الهضره تاع كاع اللي يوصل فما يقول لك والله ما تستاهل. بصح اقسم بالله لا العظيم ان شاء الله ما ينجحني في اوروبتي لا ما صح ما تستاهلش صح. انا واحد يغلط ويدير هذا شغل يتسرع برك فاهم. بصح شوف انت وحسابك بغيت تحرق وده ما تحاسب عند ربي وحدك، شوف لي طريق تقصي على هذه الطريق يا خويا الله يسهل عليك انت، شوف لك الطريق هذه ما تخرج بينا ما تخرج بينا اخويا كارثه. دخل تقول له اسمعني باغي ديك الطريق بوني باغي دي، يا ربي سهل عليك شوف دير مخطط، بغيت تعرف دير مخطط لراسك، خرج دبر راسك كيف دير دبر راسك صح، مسؤول على ربك. في المانيا اخويا قد عندك ملي طلعت اخويا علاء؟ هنا في المانيا لا كل شيء عندي واحد شهرين وربا، عندي واحد تقريبا شهرين شهرين وعشر ايام هكا. سما شهرين برك ملي جيت لاوروبا هذا مكان جديد يسمى خوتي، يا الحرقه تاعو راه جديده اخونا، راه جديد في السيلوفون يا اخويا جديد الحمد لله. نورمال اخويا كوراج وخلاص، هذا مكان اخونا راه في المانيا اخويا، راه في بلاد هتلر وربي. وقول لي ثم اسكو كاين خدمه اسكو ما كاينش اسكو طب الخدمه اسكو الالمان هنا كاين خدمه، ولكن شيء لازم ام الدين لازم ديال اللجوء. ونصيحه خالتي يكذب عليك اللي يقول لك اللجوء ما كان والو، يكذب عليك. انا كنت ندمت كاين واحد الصوالح ما ندمت درتهم،
خدمه كاينه شي لازم دير له جوب، لازم واحد الورقه يا طوالك باش تخدم بها معايا. اذا ما درتش ما كاين شي خدمه، اللهم صعيبه على الحراقه مليار صعيبه صح، بريمو صعيبه فرنسا طاليا اسبانيا بصح مع الوقت كيعطيو لك الترحيم من ثم، عندهم حبس كوارط الشيخ. او ما يعطونيش انا على بالي. ان شاء الله اخويا ان شاء الله. كاين واحد القوالب، صح قال موز بيلدونغ والامورات هذوك، قرا اللغه وحصل روحك ثم. كاين شوف كاين قوالب تحصل بيهم كيما كتقول انت باش ما يحرقش الناس ما تعرفش النقطه هذه مليحه اللي قلت لي يا عمار. الناس ما تعرفش اللوتيو على يترفض، يترفض ما عندوش حاجه، ما انت على قاعد ما تقرا ما تخدم ما... على رقاد هما يعطوا لهم اون سبايس بروحي يخدموا عمار، هما ما يخدموش يديروا اقسم بالله بعينيا يسرقوا لي ماكازا، يروحوا كل خطره شي يسرقوا ويقفوهم. كيما الساعه واحده مرات نمشي شافتني شغل ما على باليش هربت مني، ما اقسم بالله يا عمار هربت مني ما قري شوف فيزاج ماشي تاعك انسان كبير سارق ولا عكس وش راهم يسرق. واحد النقطه بغيت نوضحها لك عمار، شوف هذيك النهار قلت لهم على السرقه وما ادري شوف حد الان يا عمار طريق كومبلي لا دراهم لا والو، وصلت هنا وحويت وحد الان مازال ما عنديش هاي ولا دخلت على الخزانه، اقسم بالله ما سرقت وما نسرقش، اقسم بالله ما سرقت وما نسرقش، حبه حلوه والله ما سرقت اقسم بالله وما نسرقش بربي ان شاء الله. حتى انا ما انا ما سرقتش، هو واحد البارح عيط لي بعث لي 150 اورو انا ما سرقتش، واحد البارح بعث لي 150 اورو اقسم بالله ربي ما تعرفش شنو يفتح عليك الواحد برك ما يغلطش. هنا استرافات استرافات اذا شطرقوا لك قعدت استرافات السرقه خاوتنا قلت لك يا خاطر يقولهم او سبايس وما يروحوش يخدموا ويروحوا يسرقوا، هذه هي متاليه انتم ما تخسروا على رواتبكم وتبقى هكا، لازم تروح تخدم تروح دير عفسه باش تشد روحك ما يحوزوكش ما يعطوكش الطرد. ومن بعد كي يعطوا الطرد شي راح يدير يروح عند المحامي يدير له طعن يقول له باغي ندير طعن باغي يسدوا لي عام يسدوا له عام شي راح يدير ثاني يسرق كيف كيف يسرق ويدور وشي يسرق يرحم بابك شي يسرق يرحم بابك شي يسرق يسرق سكارا بيستاش يسرق حاجه ما كاش منها تافهه ما يسرق حاجه صغيره يسرق. هذه هي يا عمار ربي هذه جميع واحد هنا يا ربي هذه ربي يكون معاك ما تسرقوش لا غالب انا دوك كل واحد انا تسمى قال دوك كون يسرق ما نقولكش بلي سرقت عمار ما نتشارج بالمحصيه هكذا نسرق ما نقولكش سرقت ما نقولكش والله يسهل على كل واحد وجميع حراقه في في باري ولا في اي بلاصه تحيه ليكم خالتي ونبغيكم وين ما كنتوني معاكم هنايا المانيا ان شاء الله بربي اسمعوا ربي يوفق ان شاء الله اخونا وحكي لنا حكايته وقصته يعني شحال في عمرك اخويا؟ 21 خونا في عمره 21 سنه او عنده غير كيما جا عنده شهرين ملي يطلع وقال لك شهرين يعني 26 يوم قاعد في الطريق وطلع بزيرو دينار ودوكا راه دخل النمسا من النمسا طلع المانيا ودوكا راه في المانيا وربي يوفقه خاوتي وربي يوفق كاع الجميع. وهذا ما كان القصه تاعو حكيها انا خفيف ظريف يعني يكون يحكيها لك باختصار راح تقعد معاه 20 حلقه وما نكملوهاش يا خويا حاولنا نختصر لكم يعني القدر المستطاع. هذا ما كان لا هدفت انا باش حكينا لكم قصته لا جا حكي لكم هو باش يعني يقول لكم بلي الطريق هذيك اللي راكم ناويين تجيوها ماشي سهله وفيها صعوبات وفيها مشاكل قادر تموت قادر تعيش يعني ماشي اوفيس توصل اوروبا. وزاد وصلكم ميساج ثاني قال لكم كي توصلوا اوروبا يعني راح تحس بلي ثم راح تبدا نقطه الانطلاق راح تبدا من ثم راك فاهم. وقال لكم بعد وقال لكم ثاني خاوتي اوروبا ما تستاهلش الشيء هذا الانسان يحرق على جلها ويدير كاع المخاطره هذيك ثم ما تستاهلش. هذه هي انا كي كنت نسمع هذه في الهضره هذه تاعي اللي وصل لي يقول لك ما تستاهلش بصح انا شاكر راني فيها والله حسيت بها قسم صح. مرات تضيق عليك تندم مرات تضيق عليك تندم حتى اللي حركت جيت اوروبا تندم تندم لو تندم ترى في الطريق جاني بكاتفات وحاشت طماط وحاشت طار وحاشت مش جاي بكيت في الطريق اللي مش عارف بكيت والله غير بكيت صح صح ودق سنطيني بكى قدامي الدمعة عطت قدامي شغل حالتنا حالة وفي الطريق كنا في الغابة حالتنا حالة والله غير توحش توحش تما شوف بديت نبكي بديت بغيت نعاود نقول علاش جابني الناس جابني علاش جيت
ولي وفتناها الحمد وفتناها الحمد لله. سما شغلنا كي تروحي في ذيك الموقف سما ما بغيتش نرجع للدور ابدا ابدا. لافت فيا جيت صايب. قول لي يا اخويا، وجهنا كلام المشاهدين راهم يتفرجوا فيك، وجه لهم كلام اخويا، كلام على وش؟ كلمة أخيرة. كلمة أخيرة. قولوا الغربة هذه والله ما شوف اللي بغى يجي يجي، هو حر في نفسه هو مسؤول على نفسه، واللي بغى يسرق واللي يدير عفسه هو حر في نفسه. وكي تجي انا مش يجي تسرق يا اخويا، انا ما بزاف راهم كرهونا يعني، يشوف بعيني كرهونا كرهوني، يشوفوك تيري كرهوك انا هنا يا رب. كي نقول لهم تيري انا بديت باغي نبدلها، باغي ندير قروني ولا عفسه، بغيت نبدل ما كاش كيف اللغه. الله وني نتعلم معاهم اللغه، شو شهرين برك راني نطقطق لهم اللغه، انا هما ما يحبوش خلعوا فيا ليزونسيال. الله يسهل على جميع واحد وربي يسهل لكل واحد ان شاء الله، واللي يقدر يجي فيزا وما يجيش على اوكرانيا الحلقه تاع البارح الله يسهل وما يجيش على اوكرانيا. وكاين انا تبان لي يا تبان لي يا عمار والله ما كاش حدود صعيبه في الدنيا هذه تكون انت ولا بونطاج تاعك تفوز. بسكول الهضره اللي قالوها الدراري البارح هذوك زعما الحدود واحد بالمية مش كي تفوت نورمال يا خويا، ما تفشلنيش كنت في الطريق وسمعت هضرات وسمعت والله ما كفايتها وما تفوتش يا ولا غير تفوت يكتب لك ربي تفوت تفوت محمد. ما كاش كاش يكتب عليك دير واش في بالك وما تديش على هضره الناس. مفشلين كاين بقوه، مفشلين بقوه. انا درت 26 في اليوم 26 يوم مع عمار يقول لك انا كان يقول لي ما تروحش هذه الطريق، انا بديت نروح لهاك يقول لي ما تروحش من انا نروح هاك فاهم. ما درتش عليهم هضرتهم، قلت لك كنت نتبعك من البلاد، كنت تطلع عباد فاتوا على طريق الطرق كنت نسمعهم مع عمار من لاشين تاع اليوتيوب، اقسم بالله العلي العظيم لو كنت نسمعهم والله. هذه يا عمار يا اخويا ربي السلام يحفظك، عليكم. ربي يحفظك السلام اخويا، عليكم. الله في روحك اخويا، نتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله، ربي يحفظك اخويا وربي الغالي، يبارك فيك. ربي يحفظك اخويا، ورانا هنا يوم مش مشكلة، وربي بقى عليك السر اخويا، ربي يبارك فيك.